السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بأحبتي في الله ومتابعي قناة إلكترو المصطفى. إذا أعجبكم الفيديو أتمنى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لكي يصلكم الجديد. موضوعنا اليوم خاص بهذا الجهاز، هو طريقة الدخول إلى سمارت تي في وميديا. اول شيء نقوم به هو الدخول الى ميديا، يعني خاص بالراديو والانترنت واليوتيوب. هيا نختار الزر ميديا، هو هذا زر ميديا هكذا. هنا لتشغيل الفيديو يعني موزيك او ايماج، يعني سوف نقوم بالدخول اليه. قمت بوضع يو اس بي، هنا ساجيم يعني الريتور الخاص بي، هنا اي بي خاص بالجهاز، هنا يو اس بي سوف اضغط الدخول اليها. هنا وضعت صورة الفاتحة، الحمد لله رب العالمين، قمت بتشغيلها. اليوتيوب لا يشتغل لأن يحتاج إلى فيرسيون جديد، يعني تحديث جديد، ولكن آخر تحديث لهذا الجهاز لا يفتحه، يعني ننتظر تحديث. هنا لا يشتغل اليوتيوب. يوتيوب لا يشتغل، يحتاج تحديث. هنا الراديو، يعني إذا أردنا تشغيل الراديو من الإنترنت نضغط أوكي. مثلا نختار هذا طوب، يعني 500 راديو، ثم نضغط أوكي. مثلا نضغط على هذا الراديو، ها هو الراديو شغال. نقوم بالخروج. هنا راديو خاص بساتيليت، يعني بالأقمار. مثلا نختار هذا، هما هذا الراديو خاص بساتيليت يعني بالقمر، بالأقمار. مثلا لأن نشتغل على قمر أسترا، سوف نقوم بالخروج. الآن طريقة الدخول إلى سمارت تي في، نختار زر بورتال من الريموت، هو هذا الزر، هذا هو بورتال، نضغط عليه هكذا. الجهاز بورت، هو يمر، ننتظر قليلا حتى يمر. توجد التطبيقات يعني خاصة بمعلومة عن القنوات، هنا يعني أوقات برامج قنوات، هنا فافوريت يعني مفضلة، هنا قنوات أخرى، هنا خاصيات أخرى. نضغط مثلا هنا، ننتظر قليلا حتى هي. هنا توجد عدة برامج، يعني مثلا نختار هنا هي الأخرى، يعني هنا يوجد تويتر، هو مثلا نختار تويتر هكذا. هنا مكان دخول الاسم والباس، قم بالخروج، انتظر قليلا حتى يمر. هنا نختار مثلا هاد هيا فويركا خاص بالطقس، نضغط اوكي، ننتظر قليلا. ها هو الطقس،
هنا مثلا نختار ساتيليت، اوكي. هنا تظهر لنا خريطة المغرب، ها هي. مثلا نريد اختيار طقس خاص بالماء بأكادير، نضغط اوكي، ننتظر قليلا. او طقس يعني اليوم 33 درجة في النهار، 22 بالليل، 29، 19. هذا كل شيء في هذا الموضوع. أتمنى أني موفق في الشرح. إذا أعجبكم الفيديو الاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.